استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث أطلعت معاليها جلالة الملك المفدى على تحضيرات هيئة البحرين للثقافة والآثار لاستقبال عام 2018، حيث سوف تكون المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية، إضافة إلى استعراض بعض مشاريع وأنشطة الهيئة. وقد أعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها الهيئة، مؤكدا أهمية الحفاظ على التراث والتاريخ البحريني وإظهاره بصورة مشرفة، منوها جلالته بما تقوم به الهيئة من جهود طيبة في هذا المجال، متمنيا جلالته لجميع العاملين بالهيئة دوام التوفيق والسداد. وأكدت معالي الشيخة مي على أهمية استثمار المشاريع الثقافية لتحقيق الاستدامة من خلال تأسيس بنية تحتية ثقافية ملائمة لما تمتلكه البحرين من مكتسبات حضارية وإنسانية. وتقدمت معاليها بخالص الامتنان والشكر لدعم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمشاريع المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018، والتي سيكون افتتاحها خلال يناير القادم. كما وشارت معاليها إلى أن افتتاح طريق اللؤلؤ الموقع والمسجل على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سيكون يوم 28 من نوفمبر من العام نفسه، بتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي يتوافق انعقاده مع برنامج كل عاصمة للثقافة الإسلامية. وقالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018 سيضم مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي سوف تسلط الضوء على المكونات الثقافية لمدينة المحرق، وستعكس الصورة الحضارية للإسلام، وستركز على التنوير والفنون والعمارة في الدين الإسلامي. وتطرقت معالي الشيخة مي إلى المشاريع المستقبلية لهيئة الثقافة، حيث سوف تعمل الهيئة على تقديم مقترح لتسجيل المنامة التاريخية على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو كمدينة للتعايش بين الأديان، حيث تضم المنامة دور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية والهندوسية، إضافة إلى المعالم التاريخية كأول مدرسة ومستشفى في البحرين ومراكز التجارة والأسواق التراثية.